الحرب النفسية يعني يترد عليها بالحقائق. اه يعني كم واحد يعرف مثلا اللي قاله بن غوريون؟ ده دي مفروض في كل نشرة أخبار أجيب كده، بن غوريون قال يا جماعة، وهو أول رئيس وزراء الإسرائيل، ها قال قوتنا ليست في سلاحنا النووي، قوتنا في تفتيت ثلاث دول كبيرة حوالين، وبالترتيب هم العراق سوريا مصر، إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية. هم ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر. لمح هم كتبها، هم علم العيال اللي طالعة دي اللي مش فاهم حاجة لا عن تاريخ ولا الكلام ده كله، احكي لهم اللي بيعملوا ده، احكي لهم ازاي ان بلد زي امريكا لعبة في ايدين الصهيونية العالمية. اكتب لهم وعرفهم ليل ونهار في مدارسهم وفي كتبهم وكراريسهم اللي قاله هربرت سبنسر عضو الكونغرس المسيحي لما طلع يقول جملة حق، وقال يا جماعة ان اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا في هذا البلد الا ان نغير اسم نيويورك الى جو يورك. وفعلا نيويورك 8 مليون، 5 مليون يهودي فيها، يموت فينا. الهاي كورت في امريكا 7 يهود منها. بنيامين فرانكلين 70 80 سنه فاتت لما لقى اليهود بيدخلوا ولادهم في الجهاز المحاميين و الى اخره، قال خراب امريكا سوف يكون على ايدين اليهود. عرفهم ازاي ان امريكا بعظمتها دي كلها لعبه في ايدين الصهيونيه العالميه، وان الصهيونيه العالميه بتعمل لحساب اسرائيل عشان تبقى من النيل للفرات، عشان انت تبقى عبد ذليل لاسرائيل بعد كده، تبقى جاليه مصريه في بلدك مصر. افهم يا غبي.